دودار نخش في السخنة على طول. يعني الماتش انت شايفه ازاي؟ الزمالك يعني راح بدري شوية. الزمالك كان عنده ماتش مع 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 سوار الغيني تم الغائه. انت شايف الامور ماشية ازاي؟ يعني لما اتكلم عن الزمالك، هل انت كنت متفضل ان الزمالك يلعب المباراة بتاعت افريقيا، فده يدي فرصة للراجل ان هو يشوف اللعيبة بشكل افضل وان هو نظرته تبقى يعني واسعة شوية لبعض اللعيبة، ولا انت كراجل زملكاوي لما سمعت خبر الغاء المباراة قلت الحمد لله؟ لا طبعا طبعا قلت الحمد لله، لان الماتش بالنسبة لي ده يدي راحة اكتر للعيبة. اللعيبة ماشية الفترة اللي فاتت المعنويات مرتفعة جدا داخل قط اللبس، ودي نقطة مهمة جدا. لكن دايما أنا ببقى متخوف أن نادي الزمالك لما بيخش عنده ثقة كبيرة أنا بقلق. أنا دايما نادي بس أنا مش شايف أن في يعني أنا شايف أن في يعني في القلق. أنا بحبه. أنت حاسس أن في ثقة زيادة؟ عند جمهور الزمالك شايفين أن في ثقة زيادة قوي عند اللعيبة، ويا رب اللعيبة ما تغزل الجمهور. اللعيبة ديت اللي في حاجات معينه جوه اوضه اللبس مفرحاني، ان عبد الله السعيد انا من وجهه نظري بيلعب دايما ماتشات قويه جدا قدام النادي الاهلي لما مشي من النادي الاهلي، ودي نقطه مهمه جدا. ناصر ماهر ماشي من النادي الاهلي، فورده وجوده في الملعب عايز يثبت لجمهور نادي الزمالك طبعا ان هو لعيب كبير، ويثبت كمان للنادي الاهلي ان انت فردت فيا بسهوله. فالحاجات اللي زي دي في الماتشات بعتقد ان نادي الزمالك لو خد الثقة في أول ربع ساعة وابتدى إن هو حتة الاستحواذ زي الماتشات اللي فاتت، أعتقد هتفرق جدا جدا. وجود عبد الله وناصر المعنويات مرتفعة جدا جدا جوه أوضة اللبس، ودي حاجة بسطاني. لكن أنا دايما ببقى شايف إن جمهور الزمالك بيحفل من بدري، اللي نادي الزمالك هيكسب نادي الزمالك. حتى كمان جمهور النادي الأهلي بقاله فترة كبيرة كان بيلعب نادي الزمالك من أيام بن شرقي وطارق، كان بيبقى كعبه عالي شوية على نادي الزمالك. دلوقتي لأ، جمهور الزمالك اللي عنده ثقه، وجمهور النادي الاهلي قلقان، لان فعلا تيم نادي الزمالك بالصفقات الجديده صفقات مميزه جدا. فانا شايف ان 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 كعب نادي الزمالك الفتره اللي موجوده دي مهم جدا ان جمهور الزمالك يثق. لكن اهم حاجه لعيبه نادي الزمالك ما تخذلش جمهورها وتبذل اقصى مجهود، لان البطوله دي خد بالك يا كابتن ميدو، البطوله دي لو ما اتخذتش هيحصل مشاكل جامده جدا جوه اوضه اللبس. ليه؟ اقول لك ليه. ليه؟ الصفقات اللي جايه دي كلها صفقات كبيره جدا. البطوله دي هتدي دفعه قويه جدا لنادي الزمالك في الكونفدراليه وفي العوده المراكز المتقدمه في الدوري. الخساره، وانت عارف يا كابتن، الخساره دايما من ماتشات النادي الاهلي بتعمل دروب جوه اوضه اللبس. اللعيبه اللي جايه دي لعيبه كلها اسامي ولعيبه كويسه جدا. لازم تثبت اللعيبه ديت ان هي اسامي، وفي نفس الوقت تقدر ان هي تحقق بطوله لنادي الزمالك. وهو ده اللي انا منتظره من اللعيبه اللي متواجده دلوقتي في نادي الزمالك، ان يبذلوا اقصى مجهود، ان البطوله دي هتدي دفعه قويه جدا جدا وهتركب نادي الزمالك. خد بالك البطوله دي اهم بطوله بالنسبه لي خلال الفتره اللي فاتت. يعني بص، هتدي دفعه قويه جدا على مدار السنين اللي جايه.